فخامة رئيس الجمهورية يقف على سير العمل بمشروع المحطة الهوائية للطاقة الكهربائية بمدينة أمجرس حاضرة نادي الشرق، وذلك أثناء الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم للمشروع. وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية يلتقي بالمكتب التنفيذي لنقابة المعلمين والباحثين في التعليم العالي للتباحث والتفاكر حول الصعوبات التي يمر بها هذا القطاع. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجدية. خلال إقامته بمدينة أمجرس، قام اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو بزيارة لمشروع المحطة الهوائية للطاقة الكهربائية بأمجرس، وذلك من أجل الوقوف على سير العمل بالمشروع الذي يعد الأول من نوعه بالبلاد. تقرير رشاد حسن طه. هي الطاقة التي تشكل نتيجة قوة الرياح وتستخدم في تشغيل العديد من الأشياء، وتصنف بأنها واحدة من وسائل الطاقة المتجددة التي لا تنفد، باعتبارها وسيلة مساعدة على توفير الطاقة التشغيلية لحل الأزمة التي تعيق العديد من قطاعات العمل والمنازل. ويتكون نظام توليد الكهرباء من الرياح من جهاز يرتبط بمروحة عملاقة لتدويره، وينصب النظام على أعمدة عالية يصل ارتفاعها إلى أكثر من 250 متر حسب المروحة المستعملة. ويزود الجهاز بصندوق لتنظيم الحركة وبنظام لتخفيف سرعة الدوران في أيام العاصفة. هذا المشروع الذي كلف الخزينة العامة للدولة حوالي 10 مليون يورو، والذي انطلقت أعماله منذ العام 2015، لم يزود حتى اليوم مدينة أمجرس بالكهرباء. ولأهمية الأمر، فقد قام عصر السبت فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو خلال إقامته بمدينة أمجرس حاضرة إقليم إنادي الشرق بزيارة إلى مركز طاقة قوة الرياح، الذي جاء بتمويل خاص من الحكومة التشادية، والذي يعتبر الأول من نوعه بتشاد بل بإفريقيا المركزية. وبعيد وصوله المركز، استمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو إلى الفنيين العاملين به، حيث شرحوا لفخامته بالتفصيل الممل كل الجوانب الفنية والعملية والصعوبات التي واجهتهم، بالإضافة إلى العقبات التي حالت دون أن تصل الكهرباء مدينة أمجرس. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وعقب استماعه للفنيين قام بزيارة بعض المرافق الخاصة بمركز توزيع الكهرباء، وأكد بأن الحكومة التشادية سترسل في القريب العاجل كل ما ينقص من معدات فنية لإكمال هذا المشروع ليستفيد منه المواطنين في هذه المدينة. وتحمل طاقة الرياح طاقة هائلة في تثبيت النظام واتخاذ كل وسائل الأمان اللازمة لمنع حدوث أي أضرار، وبالتالي فإن إنشاء وتركيب نظام توليد الكهرباء أمر يحتاج إلى قدرات، وهذا ما تم حقيقة في هذا المشروع. وعقب الزيارة، أبدى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو عن ارتياحه بسير العمل بالمشروع، وذلك في ميكروفون الزميل رشاد حسن طه. إنه المشروع الأول في اعتقادي، وإن هناك دراسة قامت بها وزارة الطاقة في الأعوام 2012-2013، وأثبتت بأنها ستغطي كافة الأراضي الوطنية. وهناك طريق يمر بأمجرس وآخر بحوالي فيا، وهذين الطريقين هما اللذين سمحا لنا بتركيب وتكوين هذه القوة ومركز الطاقة للرياح. ومنذ 4 سنوات شرعنا في هذا المشروع القيم، وحتى اللحظة عمل الكثير وتم التركيب، فقط ما تبقى إلا إنتاج الكهرباء لم يتم حتى اللحظة. وإن هذا المشروع الذي ترونه صغيرا مر بعدة لحظات وعمل من قبل الشركات التي قامت بالتركيب وعمل البطاريات والقاعدة والتحكم على ضوء في الكهرباء. كل هذه الأعمال معقدة، لكن إذا بدأت فإننا لا نحتاج إلى وقود ولا لأي طاقة أخرى تكلفنا كثيرا، وأكيد سيكلفنا الكثير من الأموال. هذا المشروع الصغير الذي ترونه كلف الخزينة العامة للدولة حوالي 10 مليون يورو، وحتى الآن لم ينتهي وبقي له الكثير من الأعمال النهائية
وبعض الأجهزة الاستكمالية، وسوف نرى في المستقبل القريب الفرق بينه وبين الطاقة الشمسية. وفي هذا القطاع نعتقد أننا سنجد قوة رياحية تعطي ما نريده، وأظن أن هذا المشروع سيساعد كثيرا اقتصادنا في المستقبل، وسنسعى لدعم وتحسين الطاقة الشمسية في الأقاليم الأخرى التي بدأنا بها وفكرنا فيها في أبشة مندو وهنا في أمجرس، وهي عملية حقيقة خاصة، وأيضا في مدينة أنجمينا. وإن الإضاءة العامة للطاقة الشمسية جربناها بالعاصمة أنجمينا وجاءت بنتائج مفيدة، وهناك عدة عوامل لاستكمال عملية الطاقة المتجددة. التقى اليوم وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالجبي بايميت إيبي التقى بأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين والباحثين في التعليم العالي. عثمان عبد الغني إدريس. حوار جاء من خلال الرغبة الصادقة لرأس الدولة فخامة رئيس الجمهورية إدريس تيبي إتنو، والذي أمر فيه الحكومة في آخر مجلس وزراء والذي عقد في السابع من يونيو الجاري بضرورة مواصلة الحوار مع النقابات العمالية، وذلك من أجل الوصول إلى حلول وإيجاد السبل البديلة لحل الأزمة. وعلى ضوء ذلك فقد اجتمع وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد كالدبي باهمي ديبي مع المكتب التنفيذي لنقابة الباحثين ومدرسي التعليم العالي. بدأ الحوار اليوم بحضور عدد من أعضاء الحكومة منهم وزير التعليم الآلي والبحث والابتكار البروفيسور زكريا فضل كتر، ووزير المالية السيد إيسا محمد عبد المحمود، ووزير الوظيفة العامة والأمل والحوار الاجتماعي السيد أحمد الدردير ضيف الله، ووزير إصلاح الأراضي والسكن والتمدن السيدة أشتا بريما. الحوار الذي استمر لأكثر من ساعتين وافقت فيه الحكومة على بعض من الشروط والمطالب التي تنادي بها نقابة الباحثين والمدرسين في التعليم العالي. وعلى حسب قول السيد آدم يوسف محمد أمين الخزينة العامة للنقابة أن الحوار يجري على خير، وأن الحكومة قد لبت أغلب المطالب، وأنهم سيرجعون إلى قائدتهم من أجل الخروج بنتائج نهائية. عملنا جلسة لكي نيفاليو الاتفاق المبدي من 12 مارس 2018، وفي إطار هذه الجلسة قدمنا كثير في حاجات كثير وضحوا لنا، ما بالنسبة كنقابيين ممكن نأخذ الكلمات ونرجع على الباس بدل ننتظر الفرصة، ننادي كل الأساتذة والباحثين الموجودين في جمعنا يكونوا حاضرين في جميع أمومية بيكون أمباك يوم الاثنين بساعة 10 دبت معلومات كثير نوضحوا لهم ونوصفوا لهم هم يختاروا. استمرار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات هي السياسة دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية إدريس تيبي إتنو، وقال إن المشكلة التشادية لا تحل إلا في البيت التشادي، لذا فإن الحكومة قد اجتمعت في وقت سابق مع عدد كبير من النقابات الأمالية وتحديدا في أواخر شهر فبراير الماضي، وتوصلت إلى حل جذري كما فعل اليوم السيد كالزيبي باهيمي ديبي. ورغم ذلك فإن مسألة مراجعة الشهادات وإحصاء الموظفين لم تكن منسية من قبل الحكومة، وربما كان شروط أساسية من شروط قبول الحوار. هذا ما أكده وزير الوظيفة العامة والأمل السيد أحمد الدردري ضيف الله. حكومة الجمهورية الرابعة يعني التزمت بالحوار منذ البداية، وأن هذا الحوار لابد أن يكون حوار نصل به إلى بر الأمان حتى مع شركان النقابات كلها. فبكل صراحة يعني نحن يعني بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية يعني قمنا بالعديد من المشاريع التي يطالبها الشركاء. في إطار الاتفاق قررت الحكومة أن تنفذ بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع يعني نقابة الباحثين سينكس. هذا الاتفاق تطبقه بحذر. وكما يقول المثل إن غدا لناظره قريب، لأن نقابة المعلمين والباحثين بالتعليم الآلي دابت إلى نقل نتائج الحوار إلى مناضليها،
والحكومة عبر وزير الدولة الأمين الآن برئاسة الجمهورية ينقله إلى مجلس الوزراء القادم، لعل وتيرة الإضراب ولعبة شدة الحبل بين الحكومة والنقابات الأمالية ستنتهي في وقت قريب من أجل مستقبل ونهضة التعليم الآلي في تشاد. قدمت مساء اليوم وزيرة السياحة والثقافة والانحراف اليدوي الدكتور جلال أرجون خليل بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للحرف اليدوية والذي يصادف العاشر من يونيو من كل عام. نستمع إلى جزء من بيان الوزيرة في ميكروفون الزميل رماد جبرين أنجل. الحكومة قمت وبذلت جهودا وأسست إدارات بتطوير الحرف اليدوية التشادية، وكان للهرفين الدولة متركزة وعملها فوق تطوير هذا المجال ونخصب سويا للتنمية الاقتصادية لنهضة الوطن من هنا ل 2030. عاشت الحرف اليدوية التشادية، عاشت تشاد وشكرا. قدمت مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هنديبي إتنو مساعدة تتمثل في مواد غذائية وملابس لصالح مرضى المستشفى العسكري. وقد تمثلت سيدة البلاد الأولى في هذه المناسبة مسؤولة قسم التضامن والتنمية البشرية بالمؤسسة شمس الهدى عبد بكر كدادي. محمد حسن آدم. مواصلة لأنشطتها الإنسانية والخيرية خلال شهر رمضان المبارك، قدمت مؤسسة القلب الكبير مساعدات للمرضى بالمستشفى العسكري بأنجمينا، وتتكون هذه المساعدات من مواد غذائية وأغطية والملابس الجاهزة وكمية كبيرة من قارورات المياه المعدنية الصالحة للشرب. وبهذه المناسبة أشاد مدير المستشفى العسكري بجهود المؤسسة وما تقوم بها من خدمات إنسانية لصالح المواطنين. من ناحيتها مسؤولة قسم التضامن والتنمية البشرية بمؤسسة القلب الكبير شمس الهدى أبو بكر كدادي أشارت بأن الهدف من تقديم هذه المساعدات تقاسم أجواء فرحة هذا الشهر الكريم مع الطبقات الاجتماعية. اليوم مؤسسة القلب الكبير بمناسبة شهر رمضان العظيم جبنا لكم مائدات مكونة من مأكولات وخير مأكولات، لأن مؤسسة القلب الكبير هدفها الوحيد تجيف من جانب الناس الضعفاء. الواحد كان مريض ومكروب في المستشفى، ده شيء صعب. هذا وكما قدم بعض من المستفيدين شكرهم لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على وقوفها الدائم بجانب المحتاجين والضعفاء. أسكر مجروحين بيجوا من برا، أسكر واي يجي ده أهل كل ما عنده شيء ما عنده مرات ده عنده تاني هناو الفوق بلسه ده بس عنده بيت دام هناو ممكن نار ما يفتش له خلا واي يلبس وريهم الهرقان الجابرة يعني سعيد كثير. وننوه إلى أن مؤسسة القلب الكبير منذ حلول شهر رمضان المبارك قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة والأعمال الخيرية، وذلك تماشيا مع شعارها التعاون من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية. أطلق اليوم رئيس المجلس الوطني للمبدعين والمبتكرين التشاديين الحملة التوعوية لصالح السكان بلدية الدائرة الخامسة حول كيفية استخدام قانون الطهي الذي صنع في تشاد. المناسبة كانت بحضور عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى. تقرير محمد السليك وقراءة الحسين النور يوسف. وتحديثها اهتماما كبيرا، ومن عجل دعم هذه السياسة وفتح فرص الاستثمار للشباب أطلق المجلس الوطني للمبدعين والمبتكرين التشاديين مشروع تنفيذي 10 معامل لتصنيع قانون موقت لإعداد الطعام في الدوائر 10 لبلدية أنجمينا، حيث بدأ مبدئيا بحملة توعوية حول كيفية استخدامها لصالح سكان بلدية الدائرة الخامسة. في كلمته رئيس المجلس الوطني للمبدعين والمبتكرين التشاديين محمد نور أبو بكر قال بأن الهدف من تصنيع هذا القانون هو دعم سياسة الحكومة حول الحد من قطع الأشجار والوقاية من الزحف الصحراوي، إضافة إلى محاربة البطالة في الوسط الشبابي. الرنشو ده جايين ده بتحر كسرين الشدر وبتحر اسم ذاك توزيع الفحم، وده من فضل هنا الله ومن فضل أن الرئيس الدولة. أما عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى فقد أشاد بهذه البادرة التي يقوم بها المجلس،
مؤكدا بأن هذه الخطوة ستفتح فرص عمل لشباب الدائرة الخامسة. قلنا يلفوا كان كريا أمبروا للشباب ولا أبينا نسنكيم الشير أننا جينا شبنا هسدا ما كافي في شوفه بس الانيسياتير أنتانا فرصة والفرصة الواجب خليني كلمك تير عتير الرشو على تانية سولون ديماستراسيون شبنا را الرشو دندور نفابريكي في سنكيم. علما بأن هذه الحملة التوعوية ستشمل جميع دوائر العاصمة إنجمينا. فتح اليوم حاكم إقليم البطحة علي وآدم عبد الله فعاليات معرض منتجات البذور الذي نظمته الفيدرالية الإقليمية لمنتجي البذور بالبطحة. تقرير محمد طاهر جبرين الحر. الفيدرالية الإقليمية لمنتجي البذور بالبطحة توفر لمزارعي الإقليم بذورا محسنة ذات نضج سريع. هذه البذور التي تم عرضها في هذا المعرض تم إنتاجها في الإقليم واعتمدت من قبل إدارة البذور بوكالة الأنادير، ويستهدف المعرض نشر الوعي باستخدام التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة والبذور المحسنة وتدريب العاملين في الإرشاد الحقلي عليها. بحسب رئيس الفيدرالية الإقليمية لمنتجي البذور بالبطحة إسحاق يعقوب إسحاق، هذا المعرض هو بمثابة الانطلاقة الرسمية لحملة تسويق البذور التي ستشمل كل الأسواق الأسبوعية بالإقليم. حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله الذي أطلق رسميا فعاليات المعرض قال في خطابه إن الزراعة هي مستقبل بلادنا وخيارها القوي في التنمية، لذا ينبغي الاهتمام دوما باستغلالها استغلالا أمثل بما يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن إدارته سوف تضاعف من دعمها ورعايتها لمنتجي البذور بالإقليم وتقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير البذور المحسنة والقيام بالإرشاد الزراعي الذي يوفر المعرفة الصحيحة بوسائل وطرق الزراعة وزراعة المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والجدوى الاقتصادية. ونشير إلى أن هذه البذور تم إنتاجها من قبل الفيدرالية الإقليمية لمنتجي البذور بالبطحة المدعومة من قبل مشروع جائزات بتمويل من التعاون السويسري. قدم أمس رئيس حزب سونور كوسماجي ميرسي بيانا صحفيا أعلن من خلاله الانطلاق الرسمي للدخول السياسي للحزب العام الحالي 2018. نتابع جزء من هذا البيان في ميكروفون الزميلة منى حسن سكايا. أنا ميليتان أنا بارتي سونور. اليوم عندنا رينيو الكبير، عندنا رانتري بوليتيك و رانتري بوليتيك أجينانا بوين الكبارات كوين الكبار دابنسل تلاتة بريميرا kalamana demokrasi fi chat indina demokrasi wo kikef anna gaina kadum be kalam demokrasi al mashi gidam al tenen na kalamana security indina subian al duro mashi libi al fatishu kidme wo shokal al gai فاسفي ليفيدا شوكول المايافا كلامنا اورولي سوبيان الماي يمشي افانتير ال تلاتا دا كلامنا اليكسيون الجاين عندنا اليكسيون ليجيسلاتيف ريجيونال و كومينال و كلام اليكسيون الجاين دا اوين دول عندي باكان كان 30% دا كبير و 30% دا اوين نادو عليج او غاي انتولي باكاندا باكانا او غاي كلام كده انينا كلون غاي ياونو قال فورميليك اي بيج غوي او سوكيد مي ل دارانانين. انطلقت بالدائرة الثامنة الحملة التوعوية التي نظمها تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مخرجات المنتدى الوطني الشامل بغية تنوير سكان الدائرة الثامنة بمفهوم الجمهورية الرابعة. كان ذلك بحضور عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبد الله. تقرير حسن جد عمر. الحملة التوعوية والإخبارية التي يقودها المنسق العام لتحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم مكتسبات المنتدى الوطني الشامل مبارك إبراهيم جواري تتواصل،
حيث استهدفت الحملة هذه المرة بلدية الدائرة الثامنة لمدينة أنجمينا. فأمام هذا التجمع السكاني الذي يمثل سكان الدائرة من النساء والشباب وكذا مناديب الحارات ورؤساء المربعات، قدم مبارك جواري رسالة التحالف التي تمحورت حول أهداف التحالف، مشيرا إلى أن الجمهورية الرابعة التي جاء ميلادها عقب هذا الحدث التاريخي الكبير الذي شهدته البلاد تتطلب تغيير سلوكيات المواطنين. الأفكار هنا القديمة والأفكار اللي ما بتخدم البلد ده خلينا نحطوها طرف، نجيب أفكار فكر جديد، برنامج جديد عشان نغيره اللي نمشي قدام ما اللي نمشي ورا. كومبورتمون الأساسي عندنا ده في حب الوطن، في التربية، المدرس يقدر يوعي الطلاب، الشيف دي كاريزا يقدر يلوم يالا أنا الكارتيه ده يوصف كيف ولا يرجو مدام لامير تجي خريف جاي ده كان شالو بيل مرقو قروز ده ولا هوان تم وطنية دارك. عقب ذلك قدمت فاطمة يحيى عبد الله خطابا أشادت فيه بهذه الحملة مؤكدة تضامني ووقوف سكان الدائرة مع رئيس الجمهورية. وتعرفوا شنو؟ الولادة هنا كاتريم ريبوبليك كلها في الدائرة نمرة 8. أنينا اليوم فرح كل لينا أنينا دائما 100% دائرة نمرة 8 ورا كاتريم ريبوبليك. هذا وقد شهدت المناسبة تقديم إفادات شكر وتقدير لبعض المسؤولين بالبلدية تقديرا لجهودهم، وذلك من قبل التحالف بالتنسيق مع البلدية. يترقب المسلمون ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يترقبونها في العشر الأوائل من الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة في الأيام الوتر. وحول أهمية هذه الليلة فقد تعد الزميل عبد الله هارون الورقة التالية. تحتل ليلة القدر مكانة عظيمة في شهر رمضان المبارك، وخصها الله سبحانه وتعالى من بين ليالي السنة بالفضل والشرف العظيم، بحيث تتضاعف فيها الحسنات وتقبل فيها الدعوات إلى جانب كسب الأجور في الأعمال الصالحة. فضيلة الشيخ عبد الله يعقوب صبر يلقي الضوء حول فضل هذه الليلة المباركة. القدر هي العظمة والشرف، فما قز من قولهم لفلان قدر عند فلان أي منزلة وشرف، فمن أجل ذلك الليلة دي هي عظيمة وهي شريفة، وكل من يقيمها بمحبة وإيمان وإخلاص فيكون عظيم ويكون شريف. ليلة القدر سميت بذلك لأنها ذات قدر عظيم وشرف كبير عند الله يمن بها على عباده بالرحمة وفضل عظيم، كما استدلت عليها الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. ليلة القدر يعني قدرها عظيم ولها شأن عظيم ولها أحاديث كثيرة تتكلم منها، بنادوها ليلة المباركة. قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال نزل القرآن جملة على جبريل، وكان جبريل يجيء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقد حدد بعض العلماء بأن لها علامات تدل عليها وهي بحسب وصفهم. أماراتنا ليلة القدر، الليلة القدر تقى فوق ده تكون صافية، يعني ما تلقى فوق غمام ولا سحاب، ساكنة بمعنى حركة حناء براد دول أو رعد دول كل ما فيه، ساجية بمعنى ما حارة ولا باردة بمعنى الجو معتدل، وقمرة يكون ساطع. الليلة دي النجوم البرجم بها الشواطين دي ما تتحرك. وعليه فإنه يتوجب بالضرورة أن يتحيى المسلم لأجل الظفر بهذه الليلة والنيل الثواب عند القيام لها. وفي نفس الإطار يبذل المسلمون في هذه الأيام قصارى جهدهم من أجل العبادة ومن أجل نيل الأجر الكثير. في هذا السياق فقد عد الزميل حسب الكريم محمد سعيد أبزين التقرير التالي. ما بين مصل وداع ومتعبد وقارئ للقرآن الكريم، يقضي المسلمون أوقاتهم في الشهر الكريم شهر رمضان المبارك،
في تسابق مستمر سعيا لنيل الأجر الوفير من الله في شهر عظيم فيه ليلة العبادة فيها أفضل من 1000 شهر، الأمر الذي يترجم الرغبة الجامحة من المصلين لعمار دور العبادة من المساجد والزوايا بالطاعات طيلة أيام الشهر الكريم. فالتراويح صلاة اعتاد عليها أغلب المصلين إحياؤها خلال شهر رمضان المبارك، ولتلحق بها بالعشر الأواخر صلاة التحجد. بالنسبة لمجيء المساجد، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن 7 يظلهم الله في تظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر رجل قلبه معلق بالمساجد ومرأة كذلك، المرأة تدخل عندما يذكر الرجل المرأة قاعدة معه. إذن الإنسان القلب يتعلق بالمساجد، بمشي المسجد إما يصلي إما يقرأ إما يتعلم إما يعمل أي عبادة داخل المسجد، هذا من علامة الإيمان. ومن الناس اللي ربنا يظلون في تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا قبل رمضان، وفي رمضان كان من باب أولى، وعندنا حتى الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد. فعوضا أن العبادات هناك أفراد يفوتهم الصواب العظيم، وذلك باتخاذ المساجد أماكن للنوم والراحة. وأصلا العلماء يقولوا النوم في داخل المسجد مكروه، تدخل داخل المسجد تنوم ده مكروه، ماله ربما يطلع منك ريح. إذن المسجد بني للشنو؟ للعبادة. عشان كده في مسجد وفي رحبة مسجد، تعبت إيد كسلت فترت اطلع من المسجد امشي نوم برا ارتاح وتعب. لكن ممكن واحد تاكل المسجد ونائم يمكن يمرق منك ري، وانت اذا كان الانسان نائم ما بشعر. تجد بعض المساجد ساعة 11 12 تشوف الناس كلهم نايم، وبعدين بيجوا عشان المسجد ده عنده مكيف بس بيرتاح. لا ده ما محل نوم، يطلع برا نوم دار تعبت تعال المسجد موجود. تقبل الله الصيام والقيام وصالح العمل. احتفلت اليوم كنيسة مونتاين دي زانسون بالذكرى الأولى من تأسيسها، المناسبة جرت بمقر الكنيسة بحضور عدد كبير من أتباعها. تقرير حسب الكريم عبد محمد سعيد أبسيد مرة أخرى. من أجل تأصيل الكتاب المقدس لدى أتباع الكنائس المسيحية وتدريسهم النصوص الإنجيلية والإذعان لكلام الرب والعمل به وفقا لتعاليم المسيح عليه السلام، جاءت مناسبة حفل توزيع شهادات للمتدربين في كتاب الإنجيل المقدس دفعة 2017-2018 والذين أتوا من 29 كنيسة بمختلف فروعها، وذلك بمشاركة 134 مشارك ومشاركة في التدريب الذي يتفاوت حسب الدورات التدريبية لمدة 3 سنوات بحسب ما أفاد به المنسق العام لمركز تدريب كتاب الإنجيل في تشاد. سنتر يفورمين دا الناس اللي قاعد تابو إيسا المسيح أرغو دا القبال اللي يبقى دابو ديسيبل ناس اللي يتابو كريست باستور دا فونكسيون دا قان فورمين ديسيبل دول. هذا وقد أشار القصة دوباي جيستين بأن هذه الدورة التدريبية التي تلقاها أتباع الديانة المسيحية إنها لفرصة سانحة تلفت انتباه الحاضرين بأهمية كتاب الإنجيل المقدس، داعيا إياهم بضرورة الثبات والعمل معا لأجل خدمة الديانة المسيحية. ومن ثم قام القس بإجراء الطقوس والترانيم الإنجيلية للمتدربين القدامى لهذا المركز، إيمانا منه بأن يبارك الرب في عملهم والثبات في نفس الطريق. هذا هو التقرير الزميل آدم شرف الدين حول التدريب الذي أسسه مركز تدريب كتاب الإنجيل في تشاد والذي تدرب فيه الكثير من القداس. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.